أول
حضروا معانا وكنا اعزاء تملوا كان سيدنا واحنا حديثا لسه في مكان المجمع المقدس تملأوا بحر عالم حتى انا قداسة البابا احنا قدمنا كتير من الكروشيه في الكنيسه حقيقي اب فرحان بولاده ودي ربنا يديم علينا سيدنا حقيقي نفتخر بيه كلنا حقيقي سيدنا كان اكبر حنون على الكل واقول له لينا الفضل والشرف سيدنا ان احنا نتقدر من تحت اليافطه وليا الشرف ان كنيسه الملاك تبقى هي كنيستي طبعا الواحد شايف النجوم قد اثر عليها الزمن ولكن ربنا يديكم الصحه حقيقي مشتاق لكل حد فيكم وافتخر واشكركم انتم اولا واخيرا اشكركم ان انتم جيت مخصوص حديث سيدنا المحبوب قال للناس كلها جايه علشان تشوفوا ربنا بولس اللي بقت انبر بولس فقلت له دي مليانين بركه كنيسه الملاك تمتاز بالهدوء وبالرقي عشان كده ربنا استخدمها وخلاها هي النورانيه تحت رعايه ابونا المحبوب يفتح حضر جديد الباب عنا شكرا لسيدنا المحبوب.